السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت من شيخ رأي حضرتك في أولياء الأمور اللي بيدفعوا مبالغ 40,000 و50,000 في السنة لتعلم أولادهم اللغة الإنجليزية ومدارس انترناشونال وغيرها من المدارس، يعني ده يندرج تحت علم ينتفع به ولا يعني حتى إسراف وتبذير؟ لا، هو ليس حرام لأن مبني على قدرتهم. الإسراف مسألة نسبية مبني على قدرتهم. لو لا القدرة متوسطة يعني يا دوبك على السنة. والله إذا كانت القدرة متوسطة تعليمهم اللغة العربية والقرآن أفضل شكرا. مع العلوم الدنيوية، لكن كي جي وان كي جي تو بمئات الآلاف وكله يعني ليست حراما، لكن الأولى مدارس تعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم العلم الدنيوي النافع أيضا. السلام عليكم.